بما أنك إجيتي لهون معناتها صرتي توثقي فيني. القصة أنك تثقي فيني، مو أنا أثق فيكي. فورال زوجي، بلكي ما تعاونت معك وحكيت لفورال كل شي. لو رح تساوي هالشي لكانوا رجال فورال هلأ هون. بعرف أنك حابة تسألي عن اللي صار مع ناز، نحن بنفس الطرف. مين أنتي؟ وشو هو هدفك؟ اسمي جالة، أنا صحفية، ناز رفيقتي من أيام الجامعة، نحن كنا رفقات قبل ما تختفي وتروح فجأة. شو قصدك تقولي؟ احكي بوضوح. بعرف فورال منيح، من أول ما بلشت علاقته بناز كانوا بالبداية كتير مبسوطين، تزوجوا من بعض مع أنه أخوه عزيز معارض، وبعدين فورال تحول لرجال تاني، كان عم يغار على ناز وكأنه مريض نفسي، وبعدين عشقه الكبير تحول لجنون، ولما ناز قالت له أنه بدها تنفصل عنه صار يتهجم عليها. في مرة رحت مع ناز على المخفر وقدمنا شكوى على فورال، بس بعدين فجأة تبخرت الشكوى. لما عرفت هالشي وقفت بوش فورال، هو بوقتها هددني، خلى رجاله يراقبوني ويلحقوني. بعدين الجريدة اللي أنا بشتغل فيها نقلوني على لشبونة، عرفت إنه فورال أجبرهم على هالشي، بس انجبرت إني روح. ليش؟ كان فيكي تبقي أو فيكي تستقيلي. مفكرة أنه أنا ما جربت؟ أنتي لسه ما بتعرفي لزوجك، هو خلى اسطنبول سجن لإلي، ما ضل قدامي غير حل أني روح على لشبونة. وناز قالت لي روحي، وهي كانت كتير خايفة أنه فورال يأذيني كمان. أساساً قريتي يلي بالرسالة، قالت لي هي رح تكون الأخيرة. رفيقتي حمتني بس أنا ما قدرت أحميها. لما رجعت من لشبونة كانت ناز مختفية، لا اسمها ولا عنوانها ولا أي شيء. ليش ما خبرتي أخوها لناز باللي صار؟ روحتي لعند عزيز توبراك كانت مثل الانتحار، فورال خلى رجاله يراقبوا كل اللي بيحاول يقرب من عزيز، بالنهاية نصب له فخ وحطه بالحبس. اسمعي أنا واثقة ومتأكدة إنه فورال ساوى شي لناز. ناز مستحيل تتركني وتترك أخوها وولاد أخوها بهي الطريقة. ناز ما هربت، أنا بظن إنه فورال قتلها. لهالسبب محتاجة مساعدتك مشان نوصل للحقيقة. بعرف إنك عم تتحري عن اختفاء ناز، أنا صار لي فترة عم راقبك، بعرف إنك رحتي لعند المحامي وعرفت ليش أنتي رحتي لعنده. نحن عنا نفس الهدف يا هازال، إذا نحن تعاوننا مع بعض منقدر نكشف عمايل فورال. أنتي مجبورة تصدقيني، نحن لازم نصدق بعضنا يا هازال. ما قدامنا خيار تاني غير إنه نتعاون مع بعض. أنا ما بعرف وين ناز وإذا هي عايشة أو لا، والأهم من كل هاد أنا كتير خايفة إنه مصيرك يكون مثل مصيره. ما عم بقدر صدق حبيبي، كل أحلامي عم تتحقق هلأ، هالشي بفضلك. بالحقيقة أنت اللي حققتي لي أحلامي، لما كنت قاطع أملي بهالحياة أثبتي لي أنه لسه في كتير شغلات حلوة. كنان، أنا بدي أسألك سؤال بس. بعرف إنه أبوك توفى وعندك أخ لسه ما تعرفت عليه. لا تقلقي، بتتعرفي عليه بالخطبة.
طيب أمك؟ أمي؟ قلتلك أنها موجودة بس بهويتي وهذا كل شيء. ما عم صدق إنها تركتكن وراحت. بالنهاية أنتوا ولادها، أكيد في سبب منطقي لو ندور عليها ونلاقيها. لو سمحتي أرماك، ممكن ما نحكي بهالموضوع بهاليوم المميز؟ لا تواخذني، أنا ما كان قصدي ضايقك. أنت ما ضايقتيني حبيبتي، بس سكريلي على هالموضوع، منحكي فيه بغير وقت، تمام؟ يعني رح يساووا حفلة الخطبة هون؟ لك أنت شو عم بتساوي؟ ليش عم بتعذبي حالك لهالدرجة؟ لازم الكل يتعود يا أمي، وأنا لازم أتعود. بنتي قد ما احترقت روحي تحترق ما عاد تفرق معي، لأني تعبت وبدي أخلص من هالوضع. آه يا بنتي، والله ما بعرف شو بدي قلك هلأ. بترجاكي لا تقولي شي. ماشي، بس أنا ما بطلع من المطبخ ولو ثانية وحدة، ما بدي شوف عيلة ديمير أوغلو. ماشي مثل ما بدك. أهلين وسهلين. المكان صار كتير حلو هازال. محل بسيط طبعاً، ما بيشبه الأماكن اللي بتسووا فيها حفلاتكم. بالعكس بيناسب الفكرة يلي براسي. أنا بدي مكان بسيط ما يكون فخم وحس فيه بالدفى. فرحتيني. طب يلا قعدوا، أنا رح جيب الأغراض من السيارة. الحمد لله بنتي، باينتك منيحة. الحمد لله. بصراحة كل الفضل لكنان، ما عم يتركني بنوب، بيضل عم يهتم فيني، بيطعميني وبيغزيني. ايه وطبعا حبه أهم شيء. انت شو جايب ابني؟ نحن جبنا مناديل مكتوب عليها أسماءنا. معناتها خلينا ناخدن على المطبخ. تعال ورجيك وين. عن جد كتير عجبني هالمكان. وين بدك حطوه؟ أعطيني. أنا تحريت عن شركة الأمن، هي كبيرة ومحمية. طيب شو رح نعمل؟ كيف رح ناخد التسجيلات؟ ما بعرف، لازم استشير الخال عزيز. ما بصير كنان بلا ما يشوف التسجيلات، هو عدو فرار، بلكي استخدمهم ضده. ما بثق فيه. ما بتثقي فيه؟ بس هو رجال قبضاي أكتر من ما بتظني. قلت لك ما بصير، أنا ما بدي أي حدا غيرنا يشوف تسجيلات الكاميرا. أصحك ترتكب أي غلط مثل ما قلت لك بالضبط، بتساويها وبعدين تختفي خليل، فهمت؟ ماشي ماشي، فهمت عليك. لازم نساويها لحالنا. شو بعمل؟ بفوت على شركة الأمن بسر وبسرق الهارد؟ طبعاً لا، المفروض إنه نلاقي طريقة ونمسح التسجيلات ومن دون مساعدة أي حدا. تمام، معناتها ما رح أقول شي لخالي عزيز. ما عنا وقت، سمعت فورال هو عم يلاحق الموضوع. خلاص فهمت عليكي، رح فكر ولاقي شي طريقة، لا تسرعيني. كنان، كنان شوفي الزينة يلي رح نستخدمها، أسماءنا مكتوبة على هدول. واتصلوا من محل الحلويات، بدنا نروح لعندهم. تمام، منروح لعندهم. معناتها خبروني شو بدكم مشان بلش بالتحضيرات بسرعة. ماشي، رح خبرك فوراً.
بالأول طاولتنا رح تكون هون، وطبعاً رح يكون في زينة فوقها ليكون المكان حلو. وبعدين بدي برأيي لو هون منعلق شاشة عرض مثلاً نعرض صورنا عليها، وهون بوفيه مفتوح. طيب وفوق بدك شي خاص؟ ايه شموع، انا كتير بحب الشموع. تمام. يا سلام، كتير بحب الشموع. وشوفي هدول احرف اسمائنا، انا وكينان. وهدول بتحطوا ورود على كل الطاولات يلي هون، بوزعهم على الطاولات. بالضبط. وهدول فوق كل الكراسي، بس كل كرسي لون مختلف. أرماك، أنت منيحة؟ ها؟ منيحة، على الأغلب تحمست زيادة. طيب يلا خلينا نروح، أرماك لازم ترتاح. بس الحلويات؟ لا تقلقي، خلص منهتم فيهم بعدين. طيب بتشكركن على كل شي. لا حبيبتي لا تاكليهم، أنا بجهز كل شي. يلا. شو يعني تبعتولي تحذير بقيمة مليون دولار لأنه تأخرنا بدفع قسطين بس؟ معقول سيد هاكان؟ نحن صرنا سنين عم نتعامل مع بنككم. فورال بي، صدقني الموضوع مو من صلاحياتي بنوم. أنتوا لازم تسددوا الأقساط اللي تأخرتوا بدفعها. أنتوا سحبتوا مبلغ كبير للسفينة، وفوق السفينة انحجزت بفرنسا. وأنتوا شو لكم علاقة بأنه السفينة انحجزت بفرنسا ولا لا؟ السفينة راجعة وما ضل أي مشكلة هلا. مجلس إدارة البنك هو اللي قرر هالعقوبة عليكم. لازم تسددوا المصاري، وإلا الوضع ما رح يكون لصالحكم. فورال بيك سيد هاكان، منتبه إنه يلي عم تقوله ما أنا منطقي بنوب. نحن صرنا سنين عم نتعامل مع بنككم، بس يكون بعلمك هاي آخر مرة رح أتعامل معكم. اسمعني منيح، لازم تعطيني مهلة شهر وأنا رح سكر كل هذا القرض. أنا بعطيك مهلة قد ما بدك، بس بتعرف الإجراءات. أنتوا رهنتوا القصر تبعكم، إذا ما سددتوا وقتها رح ينباع بالمزاد العلني. إيه بلا فلسفة، أنا بعرف هاي الإجراءات كتير منيح، أنا بتعامل مع المصارف قبل ما أنت تتوظف. إذا نحن ما سددنا خلال شهر بتبيعوا القصر. أنت مع مين كنت عم تحكي ومنفعل لهالدرجة؟ ما في شي أمي، حكيت مع سيد تورول، في مشكلة بسيطة. شو بدي أقلك أمي؟ شو رأيك نقضي هالشتوية بقصر جدي؟ لا، تعرف وضع أرماك، أنا مستحيل بعد عنه. أنا قصدي إنه نروح كلياتنا لهنيك. عم تحكي عن جد؟ إيه؟ بس أنت ما بتحب هداك القصر؟ بالحقيقة أنا مو كتير بحبه، بس شو بيعرفني؟ أنت بتحبيه وأرماك بتحبه، فيني يتحمل مشانكن يعني. وغير هيك هالقصر صار معجوق، صياد السمك عم يضل هون، هنيك في غرف أكتر، على قليلة ما بضطر شوفه قدامي كل الوقت. طيب ماشي، معناتها منروح بعد الخطبة. وليش لنأجلها لبعد الخطبة؟ بيجهزوه بكرة ومنروح بعد بكرة. آه، شو هالعجلة فورال؟ انت بتعرفيني منيح، لما حط شي براسي بدي اياه يصير فورا، وهيك متعود. تمام، معناتها رح خبرهم مشان يجهزوا هداك القصر. ايه بيكون افضل، وانا رح احكي مع هازال. بنتي حركي الشوربة مشان ما تلزق. عمتي أنا حطيت الصينية بالفرن، يا ريت تنتبهي عليها منيح مشان ما تحترق. ما رح نلحق، والله ما رح نلحق، نحن فشلنا وتبهدلنا من أول يوم. بس ملاك. مرحبا هازال خانوم. شو بدك؟ فورال بيك بعتنا، رح نساعدكم مشان التحضيرات لحفلة الخطبة.
ما في داعي، ما بدنا مساعدة منكم. شلون ما في داعي بقى؟ هلأ كنتي عم بتقولي كيف رح نلحق؟ خليهم يضلوا ويساعدونا، وخاصة المسا نحن كتير بحاجتهم. ما في داعي، نلحق لحالنا، ما بدي شي من عائلة ديمير أوغلو. أمي معها حق، المفروض يكون كل شي ممتاز وحلو هالليلة، وهي الليلة كتير مهمة بالنسبة إلي، ما بدي أصغر بعيون حدا ولا أتبهدل. خلي الرجال يساعدونا. أوف هازال أوف، صرعتي لي راسي. خلص ساوي اللي بدكم إياه، ما دخلني. تفضل معي رح ورجيك شو لازم تساوي. شو رأيك؟ منيح هيك؟ ما شاء الله يا قبطان، انت عريس عن جد. برأيك حط جرافي ملونة؟ لا الأسود حلو بيلبق لك. كنان الله يتمم على خير. شكرا. المعلم مانو هون؟ لا طلعت له شغلة مهمة، بس بيسلم عليك. ايه الله يسلمه، لكن طلعت له شغلة مهمة. لكن عن قريب منعرف شو هالشغلة المهمة. ما علينا، أنا رايح بشوفكم بعدين. ماشي. كنان أنت منيح؟ كتير. أنت بتعرف أنه ما حدا بيقدر يجبرك تساوي أي شيء؟ بالله جد؟ على القليلة كنتوا لا تسووها بمطعم هزال، هلا انت وياها رح تتوجعوا اكثر. هزال منيحة لا تاكلهم. انا ما فهمت، كأنه انت في عندك مشكلة اخي، قول انا عم بسمعك. فش قلبك واحكي يلا. هزال، بخصوص حادثة أرماك، الظاهر إنها بتغار. بالحقيقة إبرو هي اللي قالت لي هذا الشيء، هزال بتغار من أرماك، ممكن تكون ساوتها. طبعاً أنا ما بحط مثل هيك احتمال، بس الإنسان الأفضل إنه يفكر. مستحيل، ما بتعملها. حلو انه ننتقل على هذا القصر بوقت الخطبة. كأنه ستي وجدي موجودين جنبنا. ايه مزبوط. كل ما اجينا على هذا القصر بحس اني كتير مبسوطة. من حظي الحلو انه جهز حالي للخطبة بهذا القصر. امي الله يتمم على خير ويسعدك. عن جد بشفق عليك يا إبرو، مسكينة حبيبتي. أرماك أنتي متوترة مو هيك؟ إيه شوي. إيه قررتي أي فستان رح تلبسي بالحفلة؟ مفاجأة. حبيبتي أرماك طلع كتير حلوة. شكراً إلك كتير. حضرة العريس أنت أخذت أحلى بنت عنا، فاهتم فيها لأنه أرماك كتير مهمة بالنسبة لنا. وأرماك كتير مهمة بالنسبة إلي كمان، لا تقلقوا عليها. بتمنى لكم السعادة. بتشكرك كتير حبيبتي. إجا الدكتور؟
ترك كل المسؤوليات اللي عنده واجى لهون، شفتي؟ أهلين دكتور، شكرا لأنك لبيت دعوتنا. العفو، واجبي إني كون جنبك بهذا اليوم. إن شاء الله ألف مبروك أعمك. شكرا إلك. شرفتنا دكتور. شكرا، موفقين. شكرا كتير لك. العفو. أنا كتير حبيت هذا المكان. بحياتي ما شفت هيك سخافة. معقولة خطبة أرماك تنعمل بهيك مطعم عادي؟ خلص انسي دفنا، أساساً كل هالخطبة سخافة من البداية. هزال وين أمك؟ أنا ماني شايفتها إن أجت معك. ما رح تجي، شي طبيعي إنه ما تكون بيناتنا بعد كل اللي صار. عن إذنكم لازم اهتم بالضيوف، أنا صاحبة المكان. هلأ هزال حبيبتي لا تفهميني غلط، أكيد ما رح تشتغلي بخدمة الضيوف، مو هيك؟ فيكي تهتمي فيه بصفتك واحدة من العيلة. إيه؟ ممكن؟ رجاء. مع حق، إيه؟ خلي الموظفين يهتموا بهذا الموضوع لو سمحتي. إني أخدم زبايني بمطعمي مو إهانة إلي، بالعكس بيشرفني، بس لأنه ضيوفكم رح يفكروا مثلكم. لا تقلقوا، ما رح أفضحكم. لو أنه تخلص الخطبة بأسرع وقت بقى. فورال أنت شو وعدتني؟ لو سمحت، عم تشوف أختك أرماك كتير مبسوطة. أساساً مشانها عم بتحمله لصياد الزفت. أمي خليل جاب الرسالة؟ لا، هالرجال عم يلعب لعبة وسخة. بس لتخلص الخطبة وقتها أنا رح ورجيك كيف بيصير اللعب. رح أطلع لبرا لشم هوا نظيف. بس يا ابني رح يلبسوا الخواتم هلا. لا تقلقي رح ارجع فورا، ما بطول. ماشي. هالليلة حلوة. ايه كتير حلوة. أنا منتبه إنه من شوي عم تدوري على فرصة لحتى تحكي معي. عيونك علي، عندي فضول أعرف شو يلي بدك تحكيه. أنا لو كنت مكانك ما كان عندي فضول لهالدرجة لأعرف شو بدي أقول، لأنه الموضوع ما رح يعجبك كتير. ليكي بلا لف ودوران، ماني فاضي لك، أحكي يلا. بعرف شو ساويت بهازال، وبعرف ليش قبلت تتزوجك. أنت شو عم تخبصي؟ فورال، بظن إنه هزال ما قالت لك إنه رحنا على دكتور نسائية. لا تخاف، هزال ما عنده علم بشي. يعني لهلأ أنت وهي فهم علي، ما في أي مشكلة طبعاً لهلأ. فورال بيك، أمك عم تنادي لك، رح يلبسوا الخواتم. يلا فوت، المكان مو مناسب لنحكي بهالشي، بكرة منقعد ومنحكي بالموضوع. انتي منيحة؟ طبعاً منيحة، بحياتي ما كنت منيحة هيك. وين كنت حياتي؟ طلعت لبرا لشم شوية هوا. تفضلوا. مساء الخير، أهلين وسهلين. فكرت إنك ما رح تجي على حفلة الخطبة. ليش لحتى ما أجي؟ أنا وكنان رفقات من طفولتنا، ما بتركوا بهالمناسبة. معك حق، لا تتركي، بس أخذوا رفيقك منك، شفتي؟ هو جنب خطيبته هلأ. لكي اجت اختك. راجع. اخي احمد، اهلين وسهلين. اهلين فيكي.
هازال عن جد المطعم تبعكم كتير حلو. شكرا إلك. إيه برو، خلينا نروح لعند كنان. إيه منروح. يلا. هذا أخي أحمد. أهلين وسهلين. أهلين فيكي، شرفت بمعرفتك. وأنا؟ ألف مبروك. شكراً إلك. ألف مبروك أرماك. شكراً حبيبتي. ألف مبروك كنان. شكراً إيبا. الزواج هو من أهم وأغلى وأقدس الشركات، ويلي مفرحنا كتير بنتنا ارتبطت بشريك شركتنا وخطت أول خطوة بهالطريق مع إنسان منوثق بكلامه وقلبه. وأنا بصفتي أم بقول إن شاء الله بالخير والبركة وبتمنى لكم السعادة. ألف مبروك. شكراً لك. مبروك. شكراً. شرفتونا. مبروك. هاد إليك هذا الخانم. هاي مصيبة، هاد دفتر مذكراتي. شو هالسخافة هاي؟ شو معناتها هالمسخرة؟ مين حط هالرسالة هون؟ طفوا الشاشة، يلا طفوها. أنا قلت لكم طفوا الشاشة. لك أنتوا ما عم تسمعوا؟ طفوا الشاشة. كيف؟ إن شاء الله تكون هالهدية عجبتكم كتير يا جماعة. شو قصدك بهالسخافة؟ ها؟ يلي كتبت هاي الرسالة اختي ناز توبراك، او مثل ما انتو الكل بتعرفوا اسمها ناز ديمير اوغلو يا جماعة، بس ما بعرف شو صار وهالرسالة ما وصلتني. جوزيف هورال ديمير اوغلو، يعني هو الرجال اللي قدامكم، كتبت لي إنها كتير خايفة منه، وكتبت لي إنه خايفة يأذيها أو يساوي لها شيء. يعني حسب هالرسالة اللي من أختي، وباختصار يا جنان خانم، إجا الوقت لحتى نتحاسب يا آل ديمير أوغلو.
اختي لا تخافي، ما في شي بخوف. شو يا سيد فورال؟ لما الموضوع يكون متعلق بإخواتنا ما بيضل في أي خوف، مو هيك؟ أنا بالنسبة إلي ما ضل أي شي خوفني. إجا الوقت لحتى ينكشف كل شي، وانت هلأ رح توضح كل شي وتقول وين أختي وتعترف باللي ساويته فيها. عزيز نزل سلاحك، خلينا نحكي بهدوء، خلينا نحكي أنا وأنت لحالنا. بترجاك أرماك مريضة والتوتر مو منيح لصحتها، خليهم يروحوا من هون ونحن بنحكي. ما في أي حدا رح يطلع من هون. طالما ما شفقتوا على أختي أنا ما رح أشفق على أي حدا. هلأ مو وقت خال عزيز. لا تتدخل كنان، هذا الموضوع لازم ينتهي هون. ما في شي ممكن ينتهي بهي الطريقة. اسمع أنت عزيز، بكفي بقى، شو مفكر حالك عم تساوي؟ ما حدا بيقدر يوقفني بعد هلأ. كنان مشان الله ساوي شي. يلا لشوف، يا أما أقول أو هلأ أنا رح فجر لك رأسك. خال عزيز بترجاك وقف، نزل سلاحك، إذا صار شي لأرماك بتتحمل الذنب. نزل سلاحك وروح احكي أنت وفورال بلا عناد. الموضوع رح ينتهي هلأ كنان، رح أعطيك مهلة 5 ثواني، يا بتحكي هلأ يا بأوصك براسك. عزيز 5. مشان الله ترك هالسلاح ولا تساوي شي. هالموضوع رح ينتهي هلأ. 4. بترجاك اسمعني ولا تعملها. عزيز بترجاك لا تعملها، فورال ما إله ذنب. عزيز عزيز الله يخليك اهدى، نحن ما عملنا شي، اختك تركتنا كلياتنا، راحت وما عطتنا خبر. 3. إذا بدك قوصني إلي بس اترك فورال. 2. وإذا كان في حدا مثلي. عزيز نزل السلاح بسرعة. يا ولد خليك عاقل، نزل سلاحك. نزل سلاحك يا إنجل، يلا نزل سلاحك بعد وإلا بأوصو. واحد، انتهى وقتك يا فورال. ساويتي النسخة عن المفتاح؟ ها؟ كنت رح أنسى؟ الخزنة بالغرفة بآخر ممر على اليسار. ماشي. تعالي فورال كتير رح ينبسط بشوفتك. بتمنى. أنا رح أطلع، بيسكروا الشركة بعد ساعة من هلأ، اليوم خطبة أرماك، استني هون بعدين بتطلعي. إذا في شي متعلق بناز فهو بالخزنة. Thank you.
نزل سلاحك وقال للرصاصة الثانية رح تكون براسك مو بالهواء. أنا بترجاكم لو سمحتوا يلا اتركوا الأسلحة لا تساووا هيك. عزيز خلي أرماك تروح لو سمحت. ما حدا رح يطلع من هالمكان. ما عندك ولا شغلة غير تهددني، بس شاطر تخوف عائلتي وتزعجها. بس أنا وإنت منعرف إنك ما بتقدر تضغط على الزناد. ماشي لكان، إنت اللي بدك. بكفي بقى هازال. أمي لا تحكي ولا تتدخلي. إنت شو بدك كمان؟ يلا احكي شو همك. همي أختي يا بنتي الحلوة. طبعاً إذا ما عندك مانع هلأ بعدي من بيناتنا، خليني صفي حسابي مع فورال، ما إلي شغل معك. ما رح بعد وهو زوجي. مبين إنك بتعود تحل مشاكلك بالأسلحة والتهديد. مفكر إنك بتقدر تخوف الكل بالأسلحة وعم تحمل الكل المسؤولية. إذا شاكك إنه أختك مو منيحة روح اشتكي للشرطة، وبالمحكمة بتقول شو مشكلتك مو بحفلة خطبة، فهمان؟ كيف بتحمل سلاحك وبتهدد بالحفلة؟ تعرف شو فهمت من الرسالة؟ في أخطرك أخته، أخطرك أخته لحالة. بدل ما تفضي حقدك على الناس روح واجه حالك. والحقيقة أنت اللي تركتها يا عزيز توبراك، لازم تواجه هاي الحقيقة. لا تخافي لأنه عزيز توبراك جبان وما بيقدر يساوي هيك شي أبداً. أنا بتشكرك حبيبتي، أنا ممنونتك يا هزال. تسلميلي يا بنتي. بتشكرك على اللي ساويتي هزال. خلص لا تخافي ما عاد في شي هلأ. أنت منيحة حبيبتي؟ أنا رح روح وأحكي مع عزيز وحاسبه على اللي سوا، لا تاكلي هم. ما عاد يتكرر هالشي وأنا أكيد رح أعوض لك هالليلة. هلأ ارتاحي شوي. امشي أحمد. أنت منيحة؟